أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد المحروسة بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي في بداية الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن نلتقي اليوم في هذا اللقاء الطيب المبارك حول موضوع من الأهمية في بيانه بمكان، وهو نعمة الإيمان حقيقتها وشكرها. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع معنا عالمان جليلان من علماء الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة. معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا المبتهل الشيخ إبراهيم راشد. يحضر معنا هذا اللقاء الثقافي الدعوي كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، قادة وعلماء ومن مفكري وزارة الأوقاف. يحضر معنا هذا اللقاء علماء أجلاء وأساتذة جامعة. يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من رواد مسجد المحروسة ومن أهالي حي المهندسين ومحافظة الجيزة، من فئات المجتمع المتنوعة المختلفة، المجتمع المصري الحبيب. هذا اللقاء الدعوي وهذا الأسبوع الثقافي الذي يبدأ من اليوم ويستمر حتى نهاية الأسبوع هو لقاء دعوي، لقاء ثقافي. ولا شك أن وزارة الأوقاف متمثلة في وزيرها الرائد المجدد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الوزارة تدرك ما للثقافة من أهمية في نشر الفكر الوسطي والوعي بين أفراد المجتمع، وكل ذلك يأخذ بالمجتمع نحو الازدهار، نحو السلام، نحو الوئام، نحو الترابط، نحو التماسك. فجزى الله القائمين
على هذا العمل خير الجزاء. وأكرر الشكر للقائمين على هذا العمل في حسن اختيارهم للموضوعات التي يتحدث فيها علماؤنا الأجلاء في هذا الأسبوع الدعوي الثقافي. أيها الأحبة، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله، من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة إلى 700 ضعف، إلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. بأطيب الذكر، بأحلى الكلم، نبدأ اللقاء. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم no.
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فإن فاءت فأصلحوا بينهما إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إنه القرآن الكريم. هكذا أيها الأحبة استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد المحروسة بحي المهندسين بمحافظة الجيزة. في بداية الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف وتجوب به مساجد مصر العامرة برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وحديثنا اليوم يدور حول نعمة الإيمان، حقيقتها وشكرها، ويتحدث فيها عالمان فاضلان جليلان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة والذي أمنا في صلاة العشاء. وحقيقة لا مراء ولا مجاملة أمتعنا بصوته العذب في تلاوة القرآن الكريم. كنت قد أعددت أن أبدأ اللقاء بقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، ولكن وهو يصلي بنا إمام وقرأ قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى نهاية الآيات، وجدت للآيات حلاوة وعذوبة الصوت. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحب الأصوات الندية خاصة في تلاوة القرآن الكريم، كان يحب الأصوات الجميلة الحسنة الندية. والحمد لله أن عادت مصر لتتربع على عرش دولة التلاوة
بفضل قرائها وكبار قرائها الذين أمتعوا خاصة هذا العام جماهير العالم الإسلامي، لا أقول مصر فقط، إنما جماهير العالم الإسلامي بأصواتهم الندية الحسنة. وقد استمعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت الذي بدأ هذا اللقاء بتلك التلاوة العطرة الرائعة. أيها الأحبة، فضيلة العالم الجليل الدكتور خالد الجندي دوما يؤثر العلماء الأفاضل الأجلاء، فهمس في أذني أن يبدأ اللقاء فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بكم في بيت من بيوت الله يجمعنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى في صحبة طيبة، صحبة أخي الشيخ خالد الجندي الذي دائما ما نتعلم منه العلم والأدب والتواضع، ونشتاق إلى حديثه، وهو يعلمنا الإيثار ونحن نتعلم منه دائما. وأخي الدكتور أحمد القاضي غفر الله له على ما وصفني به، إذ لست أهلا لذلك، بارك الله فيك على حسن ظنك بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. بعد هذه التلاوة الطيبة الممتعة التي تناولت نعمة الإيمان في سورة سميت باسم حجرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قارئنا الذي نستمتع بصوته العذب، نأتي إلى هذا الحديث في هذا الأسبوع، وهو أسبوع النعم أو التذكير بنعم الله عز وجل علينا. وفي الحقيقة نحن نحتاج إلى التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى لنشكر ربنا عليها. بعد شهر رمضان، وكأننا، بل ليس تشبيها بل هو المفروض، ألا ينتقل الإنسان ألا أو أن ينتقل الإنسان من عبادة إلى عبادة، لا يكون هناك وقت للفراغ واللهو. أقصد أن يكون الإنسان بعيدا عن الله عز وجل، فالإنسان دائما ما يستغل أوقاته في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الإيمان يجمعنا في هذه اللقاءات، والإيمان أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا أردت أن تعرف حقيقة ما أنت فيه من الإيمان فانظر إلى غير المؤمن، ماذا حاله وماذا وضعه في هذه الحياة وما هو مآله بعد ذلك في حياة أخرى هي الحياة الحقيقية. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن للإيمان حلاوة يجدها من آمن بالله عز وجل إيمانا صادقا وليس ادعاء، له حلاوة تحس، فينتقل الإنسان من أرحنا منها إلى أرحنا بها، يذوق حلاوة الطاعة وللطاعة حلاوة. إذا كان العاصي قد يجد لذة بعض الوقت في فعل معصيته فإنها لذة يعقبها ندم في الدنيا ويعقبها الندم الأكبر في الآخرة. أما حلاوة الطاعة فيجدها المؤمن، ولذا إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الإيمان له حلاوة تحس، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إن الله عز وجل نادى المؤمنين في 89 نداء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا. منهم نداء يقول فيه رب العالمين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي داوموا على الإيمان، داوموا على الإيمان. الإيمان يعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ، لا أقول عصمة مطلقة، فإن الشيطان قد يأتي للمتقين فإذا مسهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولكن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، وأما غير المؤمن فيرى ذنبه كذباب وقع على أنفه ففعل به هكذا. إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا آمنا بالله سبحانه وتعالى فلنعلم بأنه رقيب علينا في أعمالنا، ونؤمن بأن الرسل أرسلهم الله عز وجل لهداية الخلق، وأنزل عليهم كتبا منها وأشرفها القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ولله ملائكة يكتبون ما نفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، بأمر الله. فإذا جاء القدر تخلوا عنه أو خلوا عنه،
وأترك الحديث لأخي فضيلة الشيخ خالد الجندي لنستمتع بعلمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لفضيلة الدكتور العالم الجليل فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة على كلمته الطيبة والتي أوجز وأنجز وبين فيها حلاوة الإيمان، وبين أيضاً عظيم شكر هذه النعمة وحقيقة هذه النعمة، نعمة الإيمان. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الإيمان به، وأن يمن علينا دوما بشكر هذه النعمة العظيمة الجليلة. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الدعوي من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد المحروسة بحي المهندسين بمحافظة الجيزة. في بداية هذا الأسبوع الدعوي الثقافي ضمن الأسابيع الدعوية الثقافية التي نظمتها وزارة الأوقاف وتنظمها وتجوب بها مساجد مصر العامرة برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وأذكر حضراتكم بعنوان هذا اللقاء: نعمة الإيمان حقيقتها وشكرها. والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فليتفضل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، وبعد، عندما قدمني أخي الحبيب دكتور أحمد القاضي، الحقيقة شعرت بأزمة شديدة، لأني أقل بكثير مما وصفت فيه. دكتور سيد مسعد، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، قال في كلاما أنا لا أستحقه، فأنا أقل من ذلك، والله على ما أقول وكيل، والله على ما أقول شهيد. لكن سيدنا أبو بكر عالج هذه المشكلة الحمد لله. عمل إيه بقى سيدنا أبو بكر يا دكتور أحمد؟ قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون. آمين. دعوة شاملة الحقيقة، يعني كلام شامل وجامع. إنما دعكم من هذا، أنا أريد أن يعني أتعجب من المشهد الذي أراه الآن. نحن لسنا في رمضان ولسنا في
عيد من الأعياد الإسلامية، عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا خلافه، إن أيام عادية بفضل الله عز وجل، ولكنها أيام عشناها على الإيمان وعلى الطاعة. فكل يوم نعيشه على الإيمان وعلى الطاعة هو عيد بالنسبة لنا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. أين كان هؤلاء؟ أين هذا الجمع؟ هذا الجمع إن لم يكن الآن في المسجد في درس وفي مجلس علم نسمع فضيلة الشيخ الخشت بإبداعات التلاوة التي قرأ بها، واستمتعنا في كأننا في روضة، ورب الكعبة كأننا في روضة من رياض الجنة، والله كأننا في روضة من رياض الجنة، قل بل هي روضة من رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. فمجلس فيه ملائكة يعني، وهذا المجلس يكتب عند الله عز وجل. أنا أسأل سؤالا، أين كنا سنقضي هذا الوقت الذي نحن فيه الآن في طاعة الله وفي قرآن الله وفي مسجد من مساجد الله؟ الحقيقة هذه نعمة كبيرة أن الله تبارك وتعالى فعل لنا ما وافق نفوسنا. المولى سبحانه وتعالى عالم بحالي وحالتك، عارف بحالتي وحالتك، يعلم حالتي وحالتك، إن إحنا دوانا في المسجد، علاجنا في المسجد، عمرنا في المسجد، حياتنا في المسجد، منانا هو المسجد، روضتنا هي المسجد، فصحتنا هي المسجد. فالمولى سبحانه وتعالى سخر لنا من ألان قلبه ليهيئ ذلك لنا. فلم يشكر الله من لم يشكر الناس. والله خالص التحية للوزير المقاتل، الوزير المقاتل الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن فتح بيوت الله وهيئها لكل عباد الله عز وجل. وأقول للجميع أن تهيئة أماكن العبادة للعباد هذه وظيفة الأنبياء. المولى لما أراد أن يكلف إبراهيم وإسماعيل بيقول لهم إيه؟ أن طهر بيتي. عرفت مهمة عجيبة، اتنين أنبياء وظيفتهم إيه؟ أن طهر بيتي. لمين؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن فأعلى شرف هو خدمة أهل الشرف، وأعلى مقام هو خدمة أهل الله على الدوام، وأعلى درجة يحصل عليها العبد هو أن يكون خادماً لمن أرادوا أن يتقربوا إلى الله آناء الليل وأطراف النهار. أنتم أنظف الخلائق وأعلى الخلائق وأعظم الخلائق قدراً عند الله جل وعلا، لأن المولى هو الذي شهد لكم بهذا، مش أنا اللي شهدت. ما احنا بنتكلم عن حقيقة الإيمان وعن شكر الإيمان وعن مفهوم الإيمان، يبقى لازم تعرف الموضوع متصل باللي احنا بنتكلم فيه. ما الموضوع الذي نتحدث فيه؟ حقيقة الإيمان، شكره، حقيقته. وهذا الإيمان المولى سبحانه وتعالى وصفكم بسببه هذا الوصف، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ده اسمه ايه عندنا في علم الحديث؟ تعديل. يعني وصف المرتدين للمساجد بالعدالة، فقال إنما يفعل ذلك الفعل ويرتدي المساجد من أشهد له. مين اللي بيقول؟ ربنا أشهد له إيه؟ بالإيمان. لذلك في حاجة اسمها الظل. الظل ده يعني إيه يا سيدنا؟ الظل يعني الحماية. الظل يعني الحماية. بتقول لواحد أنا عايش في ظلك؟ يعني في حمايتك. طيب يبقى الظل هو الحماية. طب إذا كان الظل هو الحماية، فما بالك إذا كان هذا الظل هو ظل الله جل وعلا. سبحانه وتعالى منزه عن التكييف والتعطيل والتمثيل، ليس كمثله شيء. إنما في الحديث سبعة يظلهم الله بظله، بظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل قلبه معلق بحب المساجد،
فدخل في حماية الله مباشرة، دخل في مظلة الدفاع الإلهي يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى. شيء عجيب. لذلك الإيمان ده كله مكسب. أنا بقى عشان نتكلم على نعمة الإيمان، أنا عاوز أقول لكم إن النعمة دي هي المشكلة عندي مش في مفهوم الإيمان، لأن مفهوم الإيمان ده تعددت فيه على العموم وعلى الخصوص أقوال العلماء، إنما لو عرفت معنى كلمة نعمة هتعرف إن القضية قضية ممتعة، لأنه كلمة نعمة الحقيقة تشمل كل ما رزقك الله إياه في الدنيا والآخرة سراً وعلانية، ظاهرة وباطنة. النعمة الظاهرة أنا ما عنديش مشكلة فيها، أنا وإنت، إنت بتحمد ربنا على نعمة البصر، ده بيحمد ربنا على نعمة العافية، ده بيحمد ربنا على نعمة الغنى، ده بيحمد ربنا على نعمة الزوجة، ده بيحمد ربنا على نعمة العمل، ده بيحمد ربنا على نعمة الرزق. إنما الحقيقة هناك جزء من السؤال أنت مش شرف تجاوبه. يلا اتجدعنوا معايا، ترتقوا دانكم معايا زي ما بيقولوا كده، وركز معايا في اللي هسأله. الآية بتقول وأسبغ عليكم نعمه حاجتين، ظاهرة وإيه وباطن. حلو، الظاهرة عرفناها وكل واحد فينا يفتكر النعمة اللي عنده يشكر ربنا. أخبار النعمة الباطنة إيه يا رجالة؟ يلا 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 نشتغل بقى. أخبار النعم الباطنة إيه؟ ما هي النعم الباطنة؟ بالله عليك لو عرفت ترد ما بقتش باطنة، يبقى لسه الله أصدق قيلا، الله أصدق حديثا. في نعم باطنة أنا وإنت ما نعرفش عنها حاجة. عشان أوضح لك المشكلة فين، النعم الباطنة عندنا نعم كبيرة جدا أنا وإنت ما نعرفش عنها حاجة. تعرف ايه نعم؟ مو اصل انت لو عرفتها، لو قعدت مسكت الورقه والقلم وجمعت الدكاتره والعلماء والجيولوجيين والخبراء والاطباء النفسيين والعضويين وعلماء الذره وعلماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء الاحياء وعلماء الرياضيات وعلماء كل حاجه، وقعدت توصل وتعد عدد النعم، كل اللي اتقال ما ينفعش يطلق عليه كلمه باطنه، لأن كلمة باطنة يعني خفية غير معروفة. فإذا كانت هي نعم خفية، لا اسمع اسمع اسمع، وبيقولك بيقولك عنها إيه؟ مش وأعطى، ما قالش وأعطى، لا والله ما قال كده، إنما قال وأسبغ. يعني إيه؟ يعني قد إدها لك بوفرة، عندك نعم وفيرة ما تعرفش عنها حاجة. فإذا كانت النعم وصفت بالوفرة وانت وصفت بعدم المعرفة، فكيف تحمد الله على ما لم تعرف إلا إذا كنت واثقا في الحميد اللطيف؟ لا يوجد أي شيء أقدر أقوله غير الثقة في الحميد اللطيف سبحانه وتعالى. انت بتسلم أمرك لله في إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعم انت ما انتش عارفها. يعني إذن الآية لما يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لا اصحابي بقى ده بيطالبك بشكر نعم أنت لا تعلم عنها شيء. يعني أنت لازم تشكر ربنا احتياطا، يعني لازم تشكر ربنا على ما لم تعلم، مش على ما علمت. لا ده ما علمت لو أنت ما شكرتوش، ده احنا لينا كلام تاني معاك، ده لينا كلام تاني. أصل خد بالك الكفر كفرين، كفر وكفران. الناس فاكرة الكفر واحد بس، لا في كفر وفي حاجة تانية يا شباب اسمها الكفران. الفرق بين الكفر والكفران ايه؟ شوف اللفظ بينهم بعض التقارب ازاي. الكفر في العقيدة والكفران في النعم، الكفر في العقيدة والكفران في النعم، والاتنين بيستخدمهم بيستخدم لهم نفس الجذر اللغوي كفارة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بإيه؟ ما قالش فكفرت بالله، فكفرت بأنعم الله، فكانت النتيجة زوال النعم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالمشكلة إن إحنا لازم تشكر وتحمد دائما وأبدا،
ما حدش يقول لك على ايه، لانه النعم الباطنه ده سؤال عجز عنه الانبياء، والله والله عجز عنه الملائكه مش حول الانبياء. اظن سمعت عن الملائكه جبريل وميكائيل واسرافيل ورقيب وعتيد ورضوان ومالك، كل الملائكه عليهم سلام الله بانواعهم، النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات، كلهم كلهم، الكروبيون واهل السماء وحملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله اللي انت ممكن تتخيلهم ولا تتخيلهم، كلهم حيعلنوا عجزهم عن شكر ربهم، عن تمام شكر الله، كلهم حيعلنوا العجز. في الحديث ما من موضع اربع اصابع في الحديث أطت السماء وحق لها أن تطأت، السماء تقلب ليه يا رسول الله؟ قال ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد، لا يفرغون من قيامهم وركوعهم وسجودهم إلى يوم الساعة. شفت في حياتك طول الركعة دي قد إيه؟ شوف السجدة دي، ملك ساجد ليوم القيامة طول السجدة دي إيه؟ عيش بقى. فإذا قامت الساعة فرغوا من قيامهم وركوعهم وسجودهم وقالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا بيقولك على فكرة أنت مش هتقدر تحمدني كما ينبغي لي. فين الآية اللي بتقول كده؟ قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. هتعمل إيه؟ هتشكر إزاي؟ هتشكر ازاي؟ هذا جهدك. لذلك وانت بتحمد ربنا وبتشكره على نعمته، خد بالك وركز، لازم تستغفر. تخيل ودوت السبب يا مولانا اللي كان يخلي الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كان اذا فرغ من الصلاة يهرع الى ايه؟ الى الاستغفار. يا اخي نعرف اللي بيعمل ذنب هو اللي بيستغفر بعديه؟ لا، ده انت لو تابعت حياة النبي عليه الصلاة والسلام تلقاه بمجرد ما يخلص الصلاة يقعد يستغفر يستغفر هو خارج من الصلاة. ايوة. طب اسمع، انت تعرف العبادات بتاعت النبي، صلاة النبي ايه؟ كان بيصلي ازاي؟ بيصوم ازاي؟ بيقرأ قرآن ازاي؟ كان إذا فزعه أمر بيعمل إيه؟ كان يستريح بالصلاة، كان عارفين. طيب لكن إيه العبادة اللي ورمت رجله؟ الله يفتح عليكم، الشكر. يبقى أصعب عبادة ولا لا؟ أنتوا كده حلتوها خلاص. يبقى ما هي العبادة التي كانت تتورم لها قدم الحبيب؟ قل له الشكر لله السميع المجيب. هي العبادة التي كانت يقوم لها حتى تتورم قدماه. لما تفعل بنفسك ذلك يقول أفلا أكون عابدا شكورا، يعني لا فرض يؤديه ولا نافلة مرتبة للصلوات، إنما الشكر لله، الحمد لله، الثناء على الله. لذلك الرسول بيقول له أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا مش قادر أوفيك حقك في الثناء. يقول له كان الرسول لما بيجي يثنى على الله يقول له إيه؟ أهل الثناء والمجد والكل لك عبد سبحانك لا أحصي. ده مين اللي بيتكلم؟ يا نهار أبيض، ده سيدنا النبي بيقول له لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بالمناسبة بالمناسبة أنت عارف ثناء يعني إيه؟ دي كلمة ثناء نفسها مشكلة. دي كلمة ثناء مش معناها الشكر، كلمة ثناء معناها التكرار. تاني في اللغة العربية أكل تفاحة وثنى بأخرى، ثنى يعني إيه؟ كرر. لذلك كلمة ثنى معناها كرر، انتبه أرجوك. فلما أقول كلمة ثناء يعني تكرار الشكر مش معناها الشكر، كلمة ثناء معناها. ولذلك سورة الفاتحة ربنا بيقول عنها مثاني، ولقد أتيناك سبعا من الإيه؟ سميت مثاني ليه؟ لأنها بتتكرر، بتتكرر، فعشان بتتكرر في كل ركعة
سميت مثاني، ميم ثاء ألف نون ياء، مثاني. ولقد أتيناك سبعا من المكررات التي لا تفرغ منها ركعة، سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه كلمة مثاني. فلما عشان كده في سورة الفاتحة، وكنت بقول لإخواننا الكلام ده قبل كده، بقول لهم إنه في سورة الفاتحة بتلاقي إن ربنا جه عندي كلمة راح قايل أثنى علي عبد. لما تقول الحمد لله يا رب العالمين اسمها سميت سورة الصلاة، يقول الله حمدني عبدي، فيقول العبد الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي، فيقول العبد مالك يوم الدين، فيقول الله مجدني عبدي، فيقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فشمعنا جه عند الرحمن الرحيم وقال أثنى علي عبدي؟ لأن الرحمن اتكررت مرتين، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم أدي مرة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أدي مرة تانية. فجاء عند الرحمن الرحيم راح قال أثنى علي عبدي، وحد الله لا إله إلا الله، دقة القرآن. يبقى إذن المولى تبارك وتعالى بيفهمك إن في نعم أنت مش عارف عنها شيء. أعظم شيء في النعم النعم الباطنة، وأعظم حاجة في النعم الباطنة إيه بقى؟ ما تيجي بقى نغوص شوية في الموضوع. أعظم نعمة في النعم الباطنة إيه؟ هي نعمة، اسمع بقى، الصرف. الصرف صاد المهملة والراء والفاء. نعمة الصرف يعني إيه؟ يعني بلاوي كانت جاية لك في السكة ربنا صرفها عنك من غير حول منك ولا قوة، وحد الله. لو تعرف عددها دي ما تنامش من الشكر، والله ما تعرف تنام من الشكر والحمد والتسبيح. نعم، تبقى انت قاعد ما انتش داري مصيبة جاية لك في السكة ربنا شالها. العلماء بيقولوا انه يوميا هناك عشرات الأورام السرطانية بتتكون جوه الجسم وبيتصدى لها جهاز اسمه جهاز المناعة. جهاز المناعة ده يقوم بتشكيل لجان مطاردة ومحاصرة والتهام لهذه الفيروسات التي دخلت وتسللت داخل الجسد. لو نفد منها واحد لفتك بالإنسان فتكا مروعا ومريعا وخطيرا. إنما بيقوم جهاز المناعة بتوجيه خاص بالالتهام والالتقام والمحاصرة والتعامل. فمن الذي سخره؟ من الذي سخره؟ مولى تبارك وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. المهم ده بيحصل وأنا ما أعرفش، أنا مش عارف جهاز المناعة ده شغال إزاي أصلا. معارك فيها قادة وجنود وضحايا وشهداء وموتى وقتلى جوه جسمك في كل لحظة، في كل لحظة. وانت نايم في جهاز ثاني جوه المخ بيتولى القيادة، زي الطيران كده، اما يحصل حاجة للطيران بيحصل طيار آلي جوه الكابينة بيشتغل اسمه الأوتو بايلوت. الأوتو بايلوت دوت اللي بيتولى قيادة الطيارة وإلا حتفتك بكل شيء. فعندك أوتو بايلوت جوه جسمك اللي بيقلبك كده علشان المخدة كبست على نفسك هتتخنق، يقوم الجهاز ده يشتغل ويشغل ايديك ويبعد المخدة. عاوز التواليت أعزك الله، بتقوم وانت نايم ما انتش داري بحاجة، بتخش لدورة المياه وترجع وتشطف كمان وترجع وانت نايم ولا تدري شيء. الأم يصرخ رضعها، تقوم من نوم ترضعه وتغير له وتنام تاني. كل دوت من الذي يفعل بها ذلك؟ في سورة الكهف يقول لك ايه؟ وتحسبهم ايه وهم ايه؟ حساباتك غيره، انت مش شايف حاجة، انت مش شايف حاجة. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، هم في سبع نومة. خد بالك الآية دي محتاجة شرح كبير. تحسبهم أيقاظا
الآية صادرت كل عوامل اليقظة لصالحهم، يعني ما تقدرش تستثني منها حاجة. معلش أنا آسف، ما تقدرش تستثني مظهر من مظاهر اليقظة ما تدهوش لأصحاب الكهف، ما تعرفش تعمل ده. الآية قالت تحسبهم أيقاظا، يبقى عاوز تعرف كان أهل الكهف عاملين إزاي، شوف الرجل الصح بيعمل إزاي. الرجل الصح بيبربش، هما بيبربشوا. الرجل الصح بيطرقعوا صوابحه. الرجل الصح بيلتفت يمين وشمال، هما بيلتفتوا يمين وشمال. الرجل الصح بيلعب رياضة، بيلعبوا رياضة. الرجل الصح بيتمشى، هما بيتمشوا. الرجل الصح بيتوب، بيتوبوا. الرجل الصح كل مظاهر اليقظة هتقدر تستثني منها حاجة بنص قرآن ولا هنألف؟ وتحسبهم أيقاظا. فهنا يا أخي الكريم تحسبهم أيقظا، أعطى لهم كامل مظاهر اليقظة. وده السر، إني قال له لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. ليه؟ لأنه لم ينقصهم شيء من مظاهر اليقظة. فمن الذي يتولى قيادة هؤلاء النائمين؟ الله العظيم، والله إحنا ما نقدر نستغنى عن إدارته لحظة ثانية. علشان كده بس أنا عاوز أقول لكم على حاجة عشان نكون صرحة مع بعض. خد بالك من حاجة، في فعلين اتنين أنا قلته قبل كده وحكرره تاني لمن لم يحضر، يعني فعل اسمه أكمل وأتم. أقول لك أنا اديتك 1000 جنيه هتديهم لي كل شهر 100 جنيه بعد تان مدة، أقول لك أنت تميت المبلغ ولا أكملت المبلغ؟ العلماء اللغة بيقول لك الاثنين ماشيين، إنما القرآن يقول لك لا، الاستعمال القرآني غير كده. القرآن ما فيهوش لفظ مترادف مع لفظ تاني، يعني القرآن ما فيهوش لفظ يشبه اللفظ التاني، ده حاجة وده حاجة، وده له استعمال وده له استعمال. اسمه الاستعمال، احفظوها كده، الاستعمال القرآني لللفظ. انفراد، يعني في اللغة العربية بيتسهل الناس يحط الكلمة دي مكان الكلمة دي، القرآن لا، ما بيتسهلش، كل كلمة في مكانها، ما ينفعش تتحط في مكان كلمة تانية. فالمولى بيقول اليوم أكملت لكم، حلو قوي، يعني بيتكلم على الدين اهو، نعمة الدين اهو بقى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه؟ نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالآية بتمن بثلاث نعم. عندنا نعمة فيها يعني محتاجة كلام لوحديها، هنقولهم الثلاثة. الثلاثة أكملت أتممت رضيت، باختصار أكملت أتممت رضيت، أكملت أتممت رضيت. حلو قوي. أما رضيت، ربنا يرزقنا وإياكم نعمة الرضا، يعني ما فيش زيها نعمة. دايما نعمة الرضا دي بتقش كل حاجة، بتاخد كل حاجة قبليها. في رضا كل حاجة سهلة. المهم أنا بس عندي استوقفني المعنى، كان أكملت وأتممت. إيه الفرق بين الإكمال والإتمام؟ يا سيدي بقى، ما توحد الله تقول لا إله إلا الله، والله وتصلوا على رسول الله، يا سلام، اللهم صل على حبيبنا وعلى آله وصحبه وسلم. الإكمال غير الإتمام. الإكمال هو ما تتخلله فترات انقطاع. يا عيني يا عيني على الشغل القرآن، كل ما تتخلله فترات انقطاع بتعبر في آخره كلمة كمل. فلو أنا اديتك 1000 جنيه وحتديني كل شهر 100 جنيه طبعا قابلني لو اديتني مع السماع عليه. قال له يا ابني انت ما تعرفش حساب، قال له انت اللي ما تعرفش ابويا. الله واحد الله تقول الا الله. قال له اديني 100 جنيه سلف. قال له بوس ايدي. قال له اتقي الله، ابوس ايدك عشان 100 جنيه. قال له ما انا هبوس رجلك على ما خطب يعني، وانا هشوف منك حاجه. فكلمه اكمل دي بقى بتتقال امتى؟ بقول لك كل شهر تديني 100 جنيه بعد 10 اشهر، بتقول لي انا تميت المبلغ ولا كملته، اسمها تميته. اتممت لو كل شهر دفعت ال 100 جنيه اللي عليك، يبقى مفيش انقطاع. انما لو انت جيت في شهر ولا اتنين تعذرت وفات منك شهر ولا اتنين ولا تلاته،
أما تكمل الألف جنيه ما تقوليش أنا تميت لك المبلغ، اسمها أنا كملت المئة جنيه، أنا كملت الألف جنيه، اسمها كملت. يبقى لو في فترة قطع حصلت في النص يبقى استخدم كلمة إيه؟ لو في فترة قطع أكمل، لو ما فيش فترة انقطاع يبقى اسمها إيه؟ أتم. هقول كمان، لو في فترة انقطاع يبقى إيه؟ طيب لو في وصلة على بعضيها ما فيش انقطاع أتم. اتفقنا ولا لا؟ اتفقنا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس اللي فطرت في رمضان لسفر أو لمرض، بيقول إيه؟ ولتكملوا العدة. ما توحد الله ما قال، ما يقولش تتموا بقى، الله 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 الله، ما يقولش تتموا، شفت إزاي؟ فإيش ولتكملوا العدة؟ ليه حصل تكملوا؟ لأنك ما صمتش أيام رمضان كلها ورا بعضيها، إنما حصل القطاع بسبب سفر أو مرض أو المرأة التي تعتريها الظروف، إنما في عدة من أيام أخر يبقى خلاص، يبقى هنا بتاع أكمله مش بتاع أتمه. إنما نيجي للحج، اللي بيروح يحج ممكن يروح يطوف وروح مصر يرجع مصر تاني يقعد له شهرين ثلاثة، وبعدين يروح يسعى بين الصفا والمروة، وبعدين يجي مصر يقعد له ياخد له أجازة كده أسبوعين، وبعدين يروح يرجم يدفع، ولا لازم ورا بعضه؟ الحج متصل ورا بعضه ولا مقطوع؟ متصل. عشان كده قال وأتموا الحج والعمرة لله، واحد الله. مش عرفت الفرق؟ شوف القرآن دقة اللفظ القرآني، المتعة الشهد بتاع القرآن، الكلمة أتموا وكلمة. شوف بقى الآية، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن ينزل لك الدين نزل الدين على النبي مرة واحدة، ولا فضل الدين ينزل درجة درجة، تشريع تشريع من الأخف للأثقل أو العكس أو المساوي طوال 23 سنة. خلال 23 سنة دول النبي بعث عنده 40، وهاجر من مكة عنده 53 سنة، وانتقل إلى ربه عنده 63 سنة، يعني قعد 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، يعني 23 سنة. ال 23 سنة دول بالكامل الدين بتاعهم نزل مرة واحدة، ولا كان أحيانا شهر ينقطع الوحي، 40 يوم ينقطع الوحي، 20 يوم ينقطع الوحي، حصل؟ حصل. يبقى يستخدم للوحي يعني للدين، رأيك أنت بقى تم ولا كامل؟ كامل يا عيني عليكم بقيتوا فقهاء. عشان كده قال اليوم أكملت، الله ما توحد الله ما أكملت لكم إيه؟ دينكم. طب نيجي للنعم، في لحظة نقدر نعيش من غير نعم الله؟ يبقى نعم الله انقطعت عنك من يوم ما اتولدت يا مولانا، يبقى ما يستخدمش كلمة كامل إنما يستخدم كلمة إيه؟ يبقى اليوم أكملت لكم إيه؟ وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين، نعمة لا تضاهيها نعمة، نعمة الطاعة، نعمة الإيمان، نعمة الإيمان. لذلك أنا عاوز أقول لك العلماء لما بصوا ليها لقوا مصطلحين اتنين، أنا عاوزك تاخد بالك منهم عشان هتسمعه كله بعد كده في الأسبوع الثقافي، نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الأهل ونعمة الوطن، هتسمعه تكرار لكلمة نعمة. فأنا عاوزك تاخد بالك في الفرق ما بين المصطلحين، مرة القرآن يقولها بفتح النون ومرة القرآن يقولها بكسر النون. إزاي؟ والله ما حاول لما توحد الله. مرة يقول وأما بنعمتي بكسر النون ني نعمة، ومرة يقولها فتح النون فذرني والمكذبين أقول إيه؟ النعمة. الله يقول لك كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام وإيه؟ ما يقولش نعمة ونعمة. يا جماعة اللي بتقروا القرآن، يا جماعة اللي بتقروا القرآن، في فرق بين قراءة القرآن وقراءة الجرنان. قراءة القرآن الفتحة والكسرة تفرق، تفرق في المعنى، دي اسمها نعمة ودي اسمها نعمة. ايه يا اخويا ده في القرآن؟ والله في القرآن ذكرت نعمة دي مرتين اثنين في القرآن، فذرني والمكذبين أولي النعمة. وقوله كم تركوا عن الفراعين، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين.
طب الفرق بين الاثنين ايه؟ عن مصطفى صلي يا مولانا. النعمة بكسر النون يعني العطايا الإلهية. يا عيني يا عيني، صحة، مال، منصب، جاه، أسرة، زوجة، علم، دي عطايا إلهية كريمة، دي بكسر الايه؟ النعمة. يبقى اللي جالك من النعم اهو بكسر الايه؟ النون. انما عندنا مشكلة يا شباب هقول لكم عليها، ومشكلة عجيبة قوي. هي النعمة تبقى نعمة بمجرد حصولك عليها؟ حلو السؤال ده بقى. انا بحب الاسئلة اللي بتلعب في الامخوخي، اللي تخش جوه الايه؟ الشمخ كده، الجوالي بتاع دماغك. هي الشمخ ده. والله العلم متعة. صلوا على المعلم صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي يقول له يا ويعلمهم الكتاب. هو ده تعليم سيدنا النبي، دي شغلته كده صلى الله عليه وسلم، نعمة. أنا عاوزك تاخد بالك بقى من الحتة دي. في واحد بيعيش طول حياته عنده نعم بس مش قادر يستخدمها. ليه؟ لآفة عنده. يعني في أشخاص، شخص أنا سمعته كان فقير مش لاقي ياكل، وعمل حياته كلها في كفاح ودأب، نفسه يدوق اللحمة. أنا من حقي طعمها إيه دي؟ الشيء بالشيء يذكر يعني. فالراجل عايش طول عمره بيسعى للحصول على قطعة من اللحم، وقعد يشقى ويشقى، وفق رزق وبقى ما شاء الله حاجة أموال مطر. إنما جاله كانسر في الأمعاء. اللهم احفظنا واشف كل مريض يا رب العالمين. أنا بحكي عن حاجة واقعية، مشاهد مرئية. فبقى يتفرج وهو ملياردير، بقى يتفرج على اللحمة كده، يا سلام. طلع إن الرزق ليست بحصولك على الرزق، إنما بقدرتك على الاستفادة من الرزق. وحد الله. مش يكفي إن معاك مال، إنما هل تستفيد منه؟ ممكن واحد ربنا ابتلاه وبخيل، ما علموش الكرم، ما رزقوش نعمة الكرم، فهو عنده الفلوس إنما مش منزه نفسه، ماشي مقشف، دايس بشبشب، مش فقير ولا محتاج. فقير ومحتاج كلنا فقراء، أولاد فقراء. إنما ده بخيل يقطر على نفسه، فحرم من نعمة هو حائز له حتى يأخذها منه غيره بموته عنها وبسرقتها منه وانتقالها إلى غيره. فالرزق مش إن تملكه، بدليل الفلوس اللي في جيبك ممكن ما تكونش رزقك. انت مش مصدق، اسمع الآية هجيبها لك، الآية التي وسطت القرآن، التي انتصف القرآن عندها. ايه رأيك؟ الشيوخ عارفينها، هم زي الملائكة. الشيوخ عارفينها. الآية التي انتصف القرآن عندها، بحيث ان عدد الكلمات والحروف اللي على اليمين قد عدد الكلمات والحروف والنقط اللي على الشمال. ايه الآية دي بقى؟ الآية اللي هي وَنْ يَتَلَطَّفْ في سورة الكهف، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. عند انهي حرف في وَنْ يَتَلَطَّفْ؟ عند الفاء. انتصف القرآن. خبر ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. إنما بقى الآية سياقها بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على حاجة لو عدت تدرسها سنة مش هتشبع. بيقولوا إيه؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض إيه؟ لا اشتغلوا معايا شوية، خلوا الليلة تعدي، ده لسه ورانا عشاء. قولوا أمين. صلوا على النبي. فقال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى إيه؟ فلينظر أيها إيه؟ فليأتكم إيه؟ رزق. رزق إيه يا ابني؟ ده أنت فلوسك. أنت ما خدتش بالك من الكلمة؟
رزق ايه ده؟ انت الفلوس فلوسك، مش دي فلوسي بتاعتي. الورق بكسر الراء يعني الفضة، قطع الفضة غير الورق، الورق اللي بنكتب عليه ده، انما الورق بكسر الراء يعني قطع الفوق العملة، يعني معايا فضة. طب انا معايا فضة يبقى مستني رزقي من حد؟ لاني ممكن فلوسك دي ومش مكتوب لك انك ترزق منه. شوف، يبقى الرزق ليس في حيازته، انما الرزق في سماح الله لك به. والله العظيم اقسم لكم بالله، عشان كده قال فابعثوا احدكم برزق، فابعثوا احدكم بورقكم هذه فلياتكم برزق منه، ويخليه مؤدب، مش معايا فلوس، لا خليك مؤدب. وجحا كان رايح متمشى كده ومن ناحيه السوق، قالوا له رايح فين يا جحا فندي؟ قال لهم راح اشتري حمار. قالوا يا اخي قول ان شاء الله. قالوا قولوا ان شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والحمار في السوق. خد بعضه مشي راح يتفرج على الحمير، واد حرامي نتع كده راح مقلبه والله راح مقلبه ايده تستاهل السلام. الحرامي مش حرامي، دي صنعه يا اخوانا، والله انتوا فاكرينها كده، والله صنعه ابن الايه، لو انت حطيتها بالشين دوباره وسدري ونوى نوالك، خليك واقعي، خلي روحك رياضيه. ده مش ورقكم، ده بقى ورقه خلاص، خليك عاقل كده. فطبعا جحا راح اتقلب ما لقاش الفلوس، رجع بقى وهيجنن، والغزو والدخنه طالعه من دماغه. فالناس اللي كانوا قاعدين على المصطبه، يا دول عندنا في البلد اللي راح واللي جاي يجر شكر، انا فين الحمار يا جحا؟ قال لهم يا اخوان الفلوس اتسرقت ان شاء الله. شو ده اللي انتوا ان شاء الله الفلوس اتسرقت يا سيدي، يا رب تكونوا هديتوا. الله يا رب توحد الله، تقول لا اله الا الله. ففي حاجات عجيبه جدا، ممكن فلوسك ابقيتها في ايديك بس مش مقسومها لك. المهم انه يكون قاسمها لك، مش قاسمها لك يعوض عليك ربنا. طب ارجع مرجوعنا بقى للكلام المهم ده، فيبقى اذا النعمه بكسر النون هي اللي ربنا يديهولك، انما النعمه بفتح النون انك تستمتع بيها. يبقى استعمال النعمه هو الايه؟ النعمه. يبقى ما معنى النعمه؟ هو الاستفاده من الايه؟ النعمه. واحد الله تقول لا، شوف الفرق ما بين اللفظين. لذلك كلمه نعمه بفتح النون ما جاتش في القران الا الناس بتتعذب او او بتعاقب او ناس بيعاتبهم، انما شوف بص كم تركوا من جنات وعيون وزروع ونعمه، بص في محمل عقاب، شفت ازاي؟ فذرني والمكذبين اولي النعمه. يبقى النعمه دي تتقال على المترفين، على اللي بيصرف الله، على اللي قادر يتمكن من انفاق النعمه، انما اللي مش قادر ينفق النعمه لسبب ويحال بينه وبينها يبقى يقال عنه بالكسر. علشان كده ربنا اختار الفتح للفراعنة. ليه؟ خد بالك من الكلمة دي، أنا قلت لك إن ممكن تكون في إيدك نعمة بس ما أنتش عارف تستفيد منه. فالمولى بيقول عن الفراعنة: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة. طبعًا الفراعنة مش كلهم، أنا بس عشان الملحوظة دي مهمة. الفراعنة دول فيهم أطهر ناس بعد الأنبياء. الفراعنة دول كانوا فيهم فراعنة أطهر ناس، زي مؤمن قالوا فرعون اللي في سورة غافر، زي امرأة فرعون سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران، زي الصحراء اللي ألقي الصحراء ساجدين، كانوا من الحقبة الفرعونية أيضا، إنما كانوا أعلى الناس إيمانا والتزاما. إن احنا بنتكلم على الطغاة الظلمة منهم وليس على الإطلاق بالمناسبة يعني. فنرجع مرجوعنا، فالمولى سبحانه وتعالى بيقول على هؤلاء الفراعين الذين ظلموا واستبدوا وجاروا في أمورهم، إن ربنا سبحانه وتعالى حرمهم من النعمة. يبقى جات لهم نعمة إنما ما جات لهمش الإيه؟ النعمة. النعمة دي بقى أصعب، لأن الإنسان لو جه يستمتع، يجي يستمتع واتخذت منه الحاجة، غير اللي هو مش قادر يستمتع واتخذت منه الحاجة. يعني الراجل اللي كنت بحكي لكم عنه ده، لو قعد قدام منه طبق من اللحم، قصاد منه طبق من اللحم،
وواحد جه حرام راح خطفه وجاري هيزعل؟ ابدا. ليه؟ لان هو اصلا كده كده ممنوع منه، هو مش قادر عليه، وبالتالي فمش هيشعر بقيمه ما فقد، مش هيشعر بقيمه. ضربوا الاعور على عينه، قال خسران خسران، يعني انت هتعمل لي حاجه؟ هو في ايه هتعمل ايه يعني؟ فادي المثل المصري بيقول كده. فطبعا انما لا، الاعور دوت ربنا خلق له عين مبصره، لازم يعرف ان ربنا سلب منه احداها واعطاه اخرى، فلازم يعرف قيمه نعمه ربنا عليه. فنرجع مرجوعنا، فهنا حضرتك ربنا سبحانه وتعالى جابها لهم بالفتح عشان تعرف ان يشيلها اثناء تنعمهم غير لما يشيلها اثناء فقدانهم ليه. المهم تعالى لكلمه نعمه بكسر النون، ايه السر؟ ان جت بالافراد، جت مفرده. فين جت مفرده؟ فين؟ صلي على الحبيب في سوره الضحى، الم يجدك يتيما ووجدك ضالا وجدك عائلا، فاما اليتيم فلا واما السائل فلا، واما بايه؟ بنعمه رب الله. جت هنا بالكسره اهي. ليه؟ تعالى شوف يا سيدي النعمه هي ايه؟ ايه المقصود بالنعمه هنا؟ يلا نمشي ونفتش. هل النبي كان بيوزع فلوس على الناس؟ جاي يعني باموال جبال ذهب بيوزعها على الناس؟ لا. هل النبي كان ملياردير قبل البعثه؟ لا. الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش جاي علشان يوزع فلوس، امال جاي يوزع ايه؟ دين، دين، ايمان، ايمان. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. السائل هنا اوعى تظن السائل يعني الشحات. احنا نعرف ان السائل اللي هو الرجل اللي بيسال الناس. لا، السائل هو الذي يسال في دين الله، لان النبي جاء معلما. النبي مش جاي بنك رجل مال يعني، لا، النبي مش جاي يوزع ثروات، النبي جاي يوزع ايمان ويوزع علوم ويعلمه الكتاب والحكمه. فهي دي النعمه اللي ربنا بعت ليها النبي. يعني اعظم نعمه هي الايمان، واعظم نبي هو النبي محمد، واعظم هديه هي القران، واعظم منحه هي الاحسان، واعظم طاعه هي طاعه الرحمن. كل هذه لله عز وجل. علشان كده ربنا بيقول انتوا مش عارفين قيمه النعمه اللي جات لكم. ايه النعمه يا رب اللي جبتها لنا؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ادي وظيفه النبي. اعمل ايه؟ اشكرني على هذه النعمه فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى النعمة إن ربنا بعت النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا هذا الهدي، هدي الإيمان القويم الذي يوصلنا إلى الله. يا أخي ده أنا لما بعرفك بواحد من المشاهير بتبقى عم مش سيعك الفرح، تقول لي يا أنا بحب في شخص الفلان الفلاني، أقول لك تحب تتعرف عليه؟ بتتكلم جد يا شيخ خالد؟ يعني ممكن تقعدني مع فلان الفلاني؟ أقول لك تفضل يا سيدي. وأقعدك معاه تبقى أنت مش عارف تشكرني إزاي إن أنت قاعد مع راجل من مشاهير اهل الدنيا، من مشاهير اهل الارض الزائله. امال بقى لو جيت اعرفك برب العالمين؟ سيدنا النبي جه يعرفنا ولله المثل الاعلى، بالله جه يعرفك بالله. ما تركت شيئا يقربكم من الجنه الا وامرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار الا ونهيتكم عنه. لذلك النعمه اللي مذكوره في سوره الضحى اوعى تفتكر انها نعمه ماديه فلوس. امال ايه؟ اسمع وصلي على الحبيب. بيقول له فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل، السائل في دين الله عز وجل. ولذلك القران الوحي اتقلب الدنيا لما حصل انه ايه في سوره عبس، عبس وتولى. بيقول له واما من جاءك يسعى وهو يخشى، ده اللي انت رايح اصلا خلقت من اجله. يا مثال عبد الله بن أمي مكتوم، ده أنت اتخلقت أصلا عشانه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره.
فانا عاوز اقول لك تاخد بالك من ايه، انه فاما اليتيمة فلا تقهر، واما السائلة فلا تنهر، واما بنعمة اي بالدين جاءت مفردة. ولماذا جاءت مفردة؟ لان الدين عند الله الاسلام، فهو دين واحد الذي يرضي رب العالمين. الدين الذي يرتضيه رب العالمين هو دين الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعشان هو دين واحد جاءت على ضمير الافراد وليس على ضمير الجمع. ما قالش واما بنعم ربك، لا، واما بنعمة ربك فحدث. هذا هو القرآن وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت كلمة أخيرة، بقيت كلمة أخيرة وهي عفى الله عنا وعنه، الله يخليك بارك الله فيه. كلمة حدث حلو، حدث دي يعني ايه حدث؟ بعض الناس يفهم اني واما بنعمة ربك فحدث، اقول لك انا عندي ارض في الفيوم، عندي عمارة في الصعيد، انا عندي فيلا في اسكندرية، ايه الكلام ده؟ هو ده الناس فاكرة وحدث فحدث. اكسر خاطر الناس بانك تستعرض عضلاتك البنكية عليهم وتوريهم موديل عربيتك وموديل معرفش ايه وانت عندك كام. لا طبعا، اوعى تفهم كده. امال حدث معناها ايه؟ اسمع المعنى ده وامسك نفسك. حدث معناها انقل. اقول تاني امري الى الله عشان السرحان يوحد الله، اهو انقل. حدث يعني انقل. لما تكون في ماكينة عطلانة، المكنة دي مالها يا عم شيخ؟ دي خربانة، دي عطلانة، وجينا صلحنا الماكينة، عملنا لها عملية ايه؟ تحديث. تحديث، ركز معايا، العملية التحديث دي نقلنا الماكينة من التعطل الى الانتاج، راح تدخل الشغل مرة تاني. يبقى كلمة حدث معناها انقل. لذلك بتلاقي عندنا علم اسمه علم الحديث. علم الحديث جاي من حدثة، راوي نقل عن راوي نقل عن راوي نقل عن، اهو اسمه حدث، ده نقل عن ده، ده نقل عن ده. يبقى واما بنعمة ربك فانقل. فبدل ما يقول لك واما بنعمة ربك انقل، قال واما بنعمة ربك فحدث. اي حد عنده نعمة عاوز يشكرها، عاوز يشكر ربنا عليها، دوق غيرك منها. عندك علم علم الناس، عندك منصب ساعد الناس، عندك مال اطعم الناس، عندئذ تكون من اهل واما بنعمة ربك فحدث. فاللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها، واتمم علينا نعمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا من مسجدنا هذا إلا وأنت راض عنا، إلا وقد طهرت قلوبنا، إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا ونحن من عتقائك من النار. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم انصر رئيسنا على أعدائه يا رب العالمين. اللهم أيده بمددك واحفظه بحفظك، وكله ولا تكن عليه ولا تشمت به الأعداء يا رب العالمين. واحفظ جيشنا برحمتك يا رب العالمين، واحفظ شعبنا واجعلنا مترابطين أقوياء، واحفظ وطننا من كل مكروه وسوء. وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا. كانت هذه الكلمة الطيبة العطرة الواسعة التي تحدث فيها عالمنا الجليل، فضيلة العالم الجليل، فضيلة الشيخ خالد الجندي، عن نعمة الإيمان، وتحدث عن النعمة والنعمة بالفتح والكسر، وأخذ يضرب الأمثلة ويبين ويوضح بالمثال من خلال آيات القرآن الكريم. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. القرآن الكريم كل حرف في كتاب الله في موضعه،
نعم، لا تستطيع ولا يستطيع أي بليغ مهما أوتي من جوامع الكلم أن يقول إن هذا الحرف كان يوضع في مكان كذا وجيء به في مكان. إن المتحدث هو الله سبحانه وتعالى. هكذا استمعنا واستمتعنا بهذه الكلمة الطيبة التي تحدث فيها فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن نعمة الإيمان وشكر هذه النعمة. وطالما أننا بالحديث عن النعمة والنعمة فإننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والثناء على أن عادت مساجدنا لتؤدي رسالتها في هذه الأيام على أكمل وجه. عادت مساجدنا لتؤدي رسالتها الدعوية والخدمية، وعادت الأنشطة إلى بيوت الله عز وجل. الوقت امتد بنا، ولو أن المصور سلط الكاميرا لرأيتم جموع رواد هذا المسجد، وقد طال الوقت بنا من تلاوة القرآن إلى أحاديث العلم، والمسجد ممتلئ عن بكرة أبيه، والمصلون يعمرون بيوت الله. عادت مقارئ القرآن الكريم إلى مساجدنا، عادت مجالس العلم وحلق الذكر إلى مساجدنا، عادت المقارئ القرآنية النموذجية في المساجد الكبرى بمصر الحبيبة، عادت المقارئ القرآنية العامة في جميع مساجد مصر العامرة، عادت أحاديث الفقه، عادت الأنشطة متنوعة التي تربي الشباب وتربي النشء، حتى الطفل أصبح له نصيب من هذه الدعوة ومن هذه الرسالة المسجدية. فحمدا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله علينا بها من تعمير بيوت الله عز وجل. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم في رحاب مسجد المحروسة بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم بداية الأسبوع الدعوي الثقافي الذي يقام في هذا المسجد، والذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف وقادتها ومفكريها، ومعذرة في عدم ذكر الأسماء فهم كثر بلا عد. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر، وحفظ الله مساجدنا، وحفظ الله لنا علماءنا الأجلاء. أيها الأحبة، نأتي الآن بعد أن استمعنا واستمتعنا إلى كلمات العلم التي بدأها فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة، وختمها أي كلمات العلم فضيلة العالم الجليل الشيخ خالد الجندي، نأتي إلى مسك الختام، إلى الدعاء، إلى الابتهال. والله سبحانه وتعالى
يقول لنا ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء وبشارة بالإجابة. الآن ندرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم راشد من رواد فن الابتهال في بلادنا الحبيبة مصر، مصر الولادة، مصر دولة التلاوة. نستمع ونستمتع بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم راشد. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله. لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نورا سميت محمد، نور من نور في نور، وبنور ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مظلل بالغمام، يا شفيع الخلائق يوم الزحام، حبيبي يا سيدنا النبي. بسم الحي إله محمد رب الكون ورب محمد جل جلال الله تعالى توحيدا في دين محمد. يا رب يا شهادة إيماني أنشرها في حزب محمد، فتقبل مولاي رجائي واختم لي بلقاء محمد. يا رب لي دعوتان لا تردهما رؤيا النبي، يا رب لي دعوتان لا تردهما
سيدنا النبي رؤيا النبي وفي السجود خذ روحي هذان هم أملي لو كان لي أمل أشكو بهم خفية أو ساعة البوح حبيبي يا سيدنا النبي. سألتك اللهم حمدا لا بجلال وجهك يا عظيم الشان فنعمة الإيمان فينا سرمدا تنجينا بالجنات من آمنوا بالله رتل وابتهل. قل آمنوا بالله رتل وابتهل واشكر بصدق نعمة الإيمان أهدانا في هدي الحبيب المجتبى سيدنا النبي أهدانا في هدي الحبيب المجتبى بثوابت الإيمان في القرآن إيماننا بالله فرض واجب والملك والكتب شاهدا بعياني. صلوا على أكرم مولود نبينا الهادي الودود لولا ما كان الوجود سيدنا النبي بالقلب صدق بل وكل جوارحك اشهد وردد ناطقا بلساني يا رب أسألك الثبات على التقى فلك الكمال ومنتهى العرفان يا صاحب القبة الخضرة هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضرة هل علينا بالنظرة هز الهلال يا أبا الزهراء واعطي لكل محب منى يا حمام يا حمام روح وصلني وعلى الحبيب سمي وصلي يا حمام يا حمام روح وصلني وعلى الحبيب سمي وصلي أعيش في روضة أنا تملي علشان ساكنها رسول الله يا لطيف اللطف
شف بالقلب الشجي، شفع المختار فينا يا ولي، ما لنا إلاك يا رب البكي، فاكشف البلوى وارحم الموتى وسامح جميع الحاضرين ببركة سيدنا النبي. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم راشد، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد المحروسة بحي المهندسين بمحافظة الجيزة. وكان بداية الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسابيع الدعوية الثقافية التي تجوب بها وزارة الأوقاف جميع مساجد بلادنا الحبيبة مصر، تحت رعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة معالي وزير الأوقاف. أيها الأحبة، كان معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم راشد، ومن العلماء الأفاضل المتحدثين كان معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة، وحضر معنا هذا اللقاء الدعوي الثقافي كوكبة من علماء وزارة الأوقاف ومن مفكري وقادة وزارة الأوقاف وجمع غفير من رواد هذا المسجد، مسجد المحروسة، ومن أهالي حي المهندسين، ومن أهالي محافظة الجيزة. يستمر اللقاء الدعوي الثقافي في هذا المسجد بمشيئة الله تعالى حتى نهاية هذا الأسبوع، ويتجدد اللقاء كل يوم. تستمتعون بقارئ جديد، بمبتهل جديد، بعلماء فاضل أجلاء، حتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.